إنه لمن دواعي سروري أن يكون لي الشرف أن أعلن لكم عن نشأة منظمتنا الاقتصادية مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كريا. تعد المنظمة حوالي 70 عضو مؤسس، مسيري شركات عمومية وخاصة متوزعة على التراب الوطني، يعني حاجة اللي تشاركنا هو حب الوطن، يعني حب الاقتصاد تاع البلاد اللي احنا شفناه. يعني اليوم شفنا بلي الشركات تاعنا يعني راهم في مرحلة صعيبة، وهذه اللي تشاركنا حنايا، لانه اون بارطاج لي ميم بروبليم، اون بارطاج لي ميم سوسي، نو زافون لي ميم اوبجيكتيف. دونك دابور يعني اون ميتواليزي لي زيفور، سي فري كيا بوبليك اي بريفي، مي اوسي سي لو ميور ميساج pour dire aujourd'hui qu'il y a pas de différence. On a bien atteint, on a fait 4, donc je ne l'ai pas fait par hasard, mais il y a deux secteurs privés et deux secteurs publics. Donc avec une seule voix, donc on pourra porter la voix des opérateurs économiques à travers ce conseil.